وكما بدأنا بالقرآن نختتم، ومع خير الختام هو القرآن الكريم. نسأل الله العظيم أن يفتح له من أبواب رحمته وأن يجعل رزقنا واسعا. فليتفضل مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم فمن شاء يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها بسم الله
رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجر في جحيم يصلون لا يوم الدين وما هم
أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين
ورفعنا لك ورفعنا لك ذكرا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فانصب لا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له لا إله إلا الله والله أكبر لله والله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك
إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت يا ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك يا ربنا ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك، أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك، اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك، اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك، اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر اللهم لمتوفانا الساعة وكل ساعة، اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها ووسع مدخلها ووسع مدخلها وجاف الأرض من تحت جنبيها يا أكرم الأكرمين. اللهم إن كانت محسنة فزد يا رب في إحسانها، وإن كانت مسيئة فتجاوز يا رب عن سيئاتها. اللهم أكرم ضيافتها، اللهم أحسن وفادتها. اجعل يا ربنا هذه الليلة خير ليالينا، اللهم شفع فيها القرآن، اللهم شفع فيها حبيبك العبدان، اللهم شفع فيها الصلاة، اللهم شفع فيها الزكاة، اللهم شجع فيها الحج بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم بارك لها في عتبها، اللهم بارك لها في عتبها، اللهم بارك لها في ولدها، اللهم بارك لها في ولدها. انقلها يا ربنا من ضيق اللحود إلى جناتك جنات الخلود، اجعلها يا ربنا من أصحاب اليمين، اجعلها يا ربنا من أصحاب اليمين، في سدر محمود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها، واغفر اللهم لنا ولها يا أكرم الأكرمين. اجعل يا رب جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من حولنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اجعل يا ربنا بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء
وسائر بلاد المسلمين. وحد يا رب صفوفنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله في الأولى وفي الآخرة وإليه يرجع الفضل وإليه المصير. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، والله نسأل أن يتغمد أممنا بواسع رحمته وأن يرزق أهلها الصبر والسلوات، إنه على كل شيء قدير. وكما بدأنا بالقرآن انتهينا بالقرآن، وافتتح الله كتابه بالحمد ونحن اختتمنا حفلنا به. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعظم أجر المصابين في أمهم وأن يكتبها مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.